السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا الكرام، متابعين قناة زرعانجي، أهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم في الفيديو ده عن ديدان الفيرم كومبوست أو ديدان إنتاج السماد. اللي احنا شايفينه هنا ده في البستيلا دي بتاع في الجردل ده، اللي هنا ده كان بوكاشي، كنا عاملين بوكاشي يعني من حوالي كتير، والله نسيته أصلا. يعني ده تقريبا بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي خمس شهور تقريبا او ست شهور، بقاله كتير جدا. فاحنا دلوقتي يعني هو ده اتعمل البوكاش اللي هنا ده، المخلفات والقصة دي، واتنسى اصلا. فالفكرة اللي انا لسه ايه متفاجئ بيه من شوية كده. فاحنا دلوقتي هنفضي ده، هنفضيه هنا ونشوف الوضع ايه. بس هنا بعد ما فضينا البوكاشي ده، الجردل او البستيل اللي كانت فيها اهي، وهنا ده شكل البوكاشي. انا مش عارف اصلا هو ايه اللي حصل والله، بس هو بقاله كتير، بقاله اكتر من خمس ست شهور زي ما احنا شايفين كده. هو ليه ريحة تخمر عالية جدا. طيب احنا هنبدأ دلوقتي نعمل تجربة عليه. هو المفروض اصلا ان احنا ما كناش نعمل كده في البداية، يعني كان المفروض يندفن بعد كده، هو موضوع كده. لكن بما اني اتفاجئت بيه فانا هعمل تجربة وهنضيف كمية صغيرة منه هنا كده، وهنشوف مدى اقبال الديدان عليه هيكون عامل ايه. طبعا مش هنضيف في المزرعة كلها. بالنسبة لمزرعة الديدان، لا مش هنضيف المزرعة كلها طبعا، احنا هنضيف بس في جزء صغير، وهنبدأ نرطبه ونشوف اقبال الديدان معاه هيكون ايه. بس زي ما احنا شايفين كده، ده الجزء اللي ضفنا فيه. هنبدأ بعد كده نرطبه كويس. هو فيه رطوبة كويسة لكن برضو مش ايه، مش عالية يعني، مش مناسبة. لان انا بقول لكم بقاله حوالي خمس او ست شهور الجردل ده او البستيلا دي مقفولة اصلا، اللي هو الجردل اللي هو فيه ده. اللي احنا قدمنا له البوكاشي هنا ده الزحف الافريقي. دي مزرعه خاصه بديدان الزحف الافريقي مش الريد وجر. فاحنا كده جربنا مع الزحف الافريقي كده. بعد ما ضفنا هنا البوكاشي اهو زي ما احنا شايفين في الجزء ده، هنتابع بقى بعد كده ان شاء الله ونشوف هيعمل ايه. وده بقى البوكاشي اللي هنا، هو الريحه بتاعته فيه ريحه تخمر، اللي هو ريحه تخمر بتاعت البوكاشي بس عاليه جدا. يعني مفيش ريحة كحول، مفيش روائح غريبة يعني. فده اللي مطمني من ناحيته شوية. لكن هنتأكد أكتر وهيبان أكتر لما نشوف إقبال الديدان عليه، أو الديدان هتعمل معاه إيه. طبعا إحنا لما بيبقى عندنا حاجة زي كده ما بنضيفش على أو هنجرب أكلة جديدة أو وجبة جديدة أو مخلفات حيوانية شاكين لسه في تحللها، فما بنضيفش على المزرعة بالكامل، بنضيف بالكتير على ربع المزرعة أو تلت المزرعة كحد أقصى، علشان لو بقى في مشكله وتسببت في ارتفاع درجه حراره او في اختلاف درجه بي اتش في المنطقه اللي هي فيها، فالديدان يبقى عندها مكان تاني تقدر تهرب فيه، يكون امن وما تتاثرش الديدان بتاعتنا وتموت. فدي نقطه مهمه جدا. اما لو حطيت على كامل مساحه المزرعه وحصل لا قدر الله ارتفاع لدرجه الحراره، فدرجه حراره المزرعه كلها هترتفع، فهتبقى انت خلاص حبست الدود في الفرن، فكل الديدان هتموت. لو حصل واختلفت درجة بي اتش، فدرجة بي اتش المزرعة كلها تختلف بسبب الطبقة اللي انت حاططها او الوجبة الجديدة اللي انت حاططها على سطح المزرعة، هتغير بي اتش المزرعة بالكامل. فدي نقطة مهمة. فلازم في تقديم وجبة جديدة او مخلفات متحللة
او مخلفات حيوانيه بشكل عام. المخلفات النباتيه والاوراق الكرتون مفيش مشكله فيها خالص. انت مخلفات النباتيه هنا اقصد قش الرز المفروم او السليم يعني، واوراق الشجر الجافه. فبتبدا تضيف الوجبات دي او المخلفات الحيوانيه دي لجزء من المزرعه، وليكن ربع او تلت المزرعه، علشان لو حصل مشكله زي ما قلنا ما تسببش في مشكله للمزرعه بالكامل. بس هنشوف بقى بعد كده ان شاء الله لو لحقنا يعني نبقى نوضح الديدان عملت ايه مع البوكاشي اللي احنا ضفناها لها هنا. ده بالنسبه للزحف الافريقي. بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم شيء ويقدم لكم معلومه جديده. يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس لو اول مره بتشوفنا. وكان يا ريت تكتب لنا رايك او سؤالك او استفسارك في تعليق، وان شاء الله هنرد عليه في اقرب وقت ممكن. شكرا لحسن المشاهده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. استنونا، سلام.